متى القوى السياسية تستطيع أن تقرأ صح، وبالتالي تستطيع أن تكون لها مخرجات من القرارات تتناسب مع الحدث؟ اليوم هنالك حالة رفض جمعي. شيوخ العشائر صدروا بيانات، رجال الدين صدروا بيانات، طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، طلبة الجامعات، النساء، الشيوخ، الكل رافض لهذه القوى وللعملية السياسية. القوى السياسية على ماذا تراهن بعد أن رفضها الجميع؟ في بقائها أو الحفاظ على وضعها؟ هل تستطيع أن تعيد إنتاجها ولا على شنو باقية؟ بالحقيقة كانت الرهانات في بعد 11 على الزمن، والزمن أثبت لنا أنه كلما تقدمنا هم إيش قروا؟ قروا كالآتي أستاذ نجم والمشاهدين الكرام، أنه العراقيين عندما يظهرون في مظاهرات خلال الفترات الماضية 5 أيام 6 أيام يملون ويرجعون لبيوتهم. فاجأهم التحرك الأخير أنه الناس الآن صار أكثر من شهرين والناس نائمة بالشوارع، وبالتالي صاروا في خلل كبير جدا. أهم مبدأ بالنظم الديمقراطية، وأنا أستاذ العلوم السياسية، هو مبدأ التعاقب السلمي على السلطة. لما يجيك رئيس وزراء ويقول لك إذا ذهبت أنا بعدي الطوفان، يعني إذا احنا ما بنينا عملية سياسية، احنا الآن نقوم على عملية أشخاص. بعد ما يعني رئيس الوزراء كان من الإمكان أن يقدم استقالته كما حصل في لبنان وحصل في دول أخرى، تركنا أكثر من 500 قتيل وأكثر من 10,000 جريح في أنحاء العراق، واستقال رئيس الوزراء. الآن القوى السياسية الآن مطالب منها أن تأتي برئيس وزراء جديد. إذا تسمح لي بالوقت أنا أعرج على هذه القضية في موضوع اختيار رئيس وزراء جديد. اختيار رئيس وزراء جديد إذا تم من ضمن المنظومة السياسية بحكم معرفتي، يعني كنت بالنجف وبالناصرية وبالديوانية والمحافظة، الناس رافضين رفض كامل، حتى ليس المتظاهرين فقط وإنما حتى الناس في البيوت وفي الشوارع وفي المؤسسات، وبالتالي لن يحل المشكلة هذا. إذا جاء رئيس وزراء يعني تم اختياره ضعيف، فبالتالي ستسيطر عليه هذه القوة السياسية. إذا جاء رئيس وزراء قوي وواجه القوى السياسية وقام ببرنامج إصلاحي حقيقي، لن تتركه هذه القوى السياسية أن يفعل، وستحاول إفشاله وإظهاره بمظهر أنه هذا الشخص الذي تم اختياره. لذلك أنا أعتقد، وربما هذا سابق الكلام في هذا البرنامج، أعتقد أننا نحتاج الآن إلى فترة انتقالية يتم تعيين فيها رئيس وزراء. رئيس الوزراء يشرف على عملية إعداد قانون للانتخابات، وأنا برأيي قانون الانتخابات والانتخابات العراقية القادمة يجب أن لا تقع في الخطأ نفس الذي وقعت فيه الانتخابات السابقة. يجب أن يكون هناك إشراف قضائي بإشراف الأمم المتحدة وإشراف المنظمات الدولية. لننتهي من قضية مفوضية الانتخابات، خلنا نكون صادقين، مفوضية الانتخابات إذا تم وضعها من البرلمان سيتم، وإعداد قانون انتخابات حقيقي يوفر قدر من العدالة.